حاول. ايوا الخامه الخامه جايه الخامه هذه ايوا نحن تعبرت قدروا فيها وحز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بطريقه معينه سبقناه بالزوار وكذا فاصبحت مقاعد القديمه المدرسه ثلاث اديات ثلاث مقاعد خشب وحده تمام فرم الصحه والله ان شاء الله خطير. شوف الناس اللي تربت فاضيه نعم. الأشياء اللي أصبحنا كلها حقيقة ما شاء الله يعني مجهود طيب ومجهود مبارك ونشد عيدهم إن شاء الله فقط بعد متابعة وتسجيل أو تدوين هذه الأشياء كلها وإحنا إن شاء الله كما اختار محل نقوم بدورنا تجاه هذا العمل لتشجيعهم ولرفع من قيمة هذه المواد وفرصة لتعلم الأجيال الجديدة يعني كيفية التعامل مع الموارد المحلية في المنطقة واستغلالها استغلال أمثل واستغلال يفيد المواطن يفيد المجتمع إن شاء الله. عرض مع نستطيع تحت إشراف السيدة زهرة سعد أبو جرين والسيدة زهرة علي عبد السلام طبعا موجودين في معرض مع نستطيع اليوم الافتتاحية قمنا بافتتاحية المعرض بوجود الوكيل أستاذ التواتي أستاذ محمد مفتاح. طبعا المعرض يحتوي على تصاميم أزياء طبعا فيه الأشياء الجديدة وفي إعادة تدوير الملابس وكذلك الأشياء التراثية ويحتوي كذلك على ديكورات وأشغال يدوية. طبعا يوم افتتاحية وإن شاء الله بكرة عندنا طبعا المعرض افتتاحية اليوم وبكرة إن شاء الله يوم الخميس وإن شاء الله نتمنى التوفيق وإن شاء الله من جديد إلى جديد.